ما شاء الله تبارك الله على طريق القمري، على طريق القمري. ايوه، عين للجغرة وعين للدنيا، ما شاء الله تبارك الله. وهذا مزيح، اي والله هذا مزيح، كل شيء موجود الحمد لله في هذا المحل. الليله حصلنا على طريق القمري، ما شاء الله تبارك الله، مقتنيات اثريه تراثيه كلها موجودة. علم دبي وعلم زنابل حقهم هدايا، دحين هذه إن شاء الله ناخذ منها هدايا للعيد، وإن شاء الله وبإذن الله لأحبائنا الأطفال في حديقة الشهداء إن شاء الله وبإذن الله ترون شيئا جديدا من أبو مطران، ولأول مرة ترون صاحبكم ومحبكم أبو مطران. ومن خلال هذا المقطع الدعائي الإعلاني لهذا المحل التراثي أعدكم بجديدي، جديدي هذه المرة سيكون على حديقة الشهداء. أسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يغفر لهم، وأن ينصر من بقي منهم على ثغور مملكتنا الحبيبة، المجاهدين المرابطين الأوفياء الرجال المخلصين الشجعان. أسأل الله أن ينصرهم إن شاء الله على عدوهم، وأن يرينا عجائب قدرته في كل الحاقدين الحاسدين المعتدين على هذا الوطن، إنه على كل شيء قدير. فإن شاء الله من خلال هذا المقطع الدعائي والإعلاني للقناة والترويج والتسويقي، القناة قلت لكم عامة تنشر الدعايات والإعلانات وكل شيء جديد، وحضور المناسبات في أي مناسبة كانت تطلب تكون دائما سباقة لهذا العمل، والحمد لله رب العالمين. وهي تشق طريقها بفضل الله، ثم بفضل جهودكم وتعاونكم المتابعين المخلصين الأوفياء المحبين لأبو مطران الذي يحبكم في الله الذي أحببتموني فيه. فأشكركم شكرا جزيلا خالصا من القلب إلى القلب، وأتمنى لي ولكم التوفيق وتقديم كل جديد ومفيد يخدم المجتمع، وإنني أنا وأنتم نكمل بعضنا بعضا لتقديم ما ينفع المجتمع. فأنا أرسل لكم وأنتم تنصرون لباقي المشاركين معكم. شوف هذه كلها حواسي، هذا المحل الليلة أصدناه محل رهيب جدا جدا. ومن خلال هذا المقطع الدعائي أيضا أشكر الأخ أحمد المرقامي وعسولة وأحمد جمالي وكل من، حتى لا أنسى الجميع، لا أنسى كل الذين دائما يعلقون التعليق المميز، أشكرهم شكرا جزيلا وأتمنى لهم التوفيق. وأسأل الله في هذه البقية الباقية من رمضان أن يعتق رقابنا ورقابكم ورقاب جميع المسلمين من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا المقطع الدعائي أنقله لكم على طريق القمري، ما ممتاز جدا وروعة، وأول مرة أحصله بهذا الشكل. وهذا صاحب المحل، وصاحب المحل هذا يعني يقول لكم تخفيضات له خاص، خصم خاصة هذه أمامكم، حتى يقول الماء يتكذب الغطس، هذا هو موجود بنفسه. وأشكره شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لنا لأخذ هذا المقطع لنشره لجميع المتابعين ليومية أبو مطران قناة محمد أفندي، التي تتشرف الليلة في هذا الموقع في القمري بنشر هذا الإعلان الدعائي لهذا الموقع التراثي الذي يحمل تراث آبائنا وأجدادنا. وأسأل الله أن يوفقنا دائما، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء مكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأيوة، وهذا هو الإعلان، اللوحة ولوحة الإعلان، حتى الواحد يعرف لا يظل يتوه في المحل، لأن القمري فيه أشياء كلها تراثية جميلة، لكن هذا المحل روعة جدا، هذا أجمل محل في القمري أنا أقول لكم، لأني قد مشيتها كلها، لكن هذا ما شاء الله عليه تبارك الله، الله يعطيه ويرزقه. هذه اللوحة حقه عبد الله علي محمد عقيلي لبيع الأدوات الفخارية والمشغولات اليدوية، مغاش مغشات حجار ومغشات فخارية والحسيات بأنواعها، وجوال ترنه كما هو 0551675308. أتمنى للجميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبكم أبو مطران.